أخبار اليوم. استحق المكسب؟ استحق طبعا. لكن النتيجة النهاردة مرضية؟ مرضية جدا. مستوى جميل. مين اللي عجبك النهاردة في الماتش؟ النني ومحمد صلاح ووليد لعب كويس، كلهم كانوا كويسين يعني. جدا. عندنا فرصة ان احنا نتأهل ان شاء الله. هنلعب السنغال هنا وان شاء الله 3 بونت ان شاء الله. النهاردة ايه اللي عجبك في الماتش النهاردة؟ محمد صلاح. شايف ان المكسب النهارده مرضي للنصر ولا يعني امل جديد ان شاء الله؟ بداية ان شاء الله. نتيجه المباراه ان هي 2-0 دي كويسه؟ الحمد لله كويسه. شايف ان احنا ممكن نطلع تاني يعني، ممكن نوصل كاس الامم ولا ممكن يحصل حاجه؟ وامر ان شاء الله. الماتشات اللي جايه على ارضنا ان شاء الله، ودي بدايه بعد الحروب اللي حصل قبل كده ان شاء الله خير. مبسوط النهارده من اداء المنتخب؟ الحمد لله احسن بكتير من قبل كده. يعني حاسس ان في الماتش بتاع تونس على ارضنا اول مره تحصل، فلا الحمد لله احسن من الاول بكتير. شايف ان الماتش النهارده كان فيه خطه، كان فيه روح للعيبه؟ اكيد طبعا، والتقفيل الدفاعي ورا كان كويس النهارده. مين اللي عجبك النهارده اكتر لاعب عجبك في الماتش؟ هو ابراهيم صلاح، عمل الماتش حلو، كانت فيندر والنني برضو، والنني والصلاح كان رجليهم برضو حلوه بتودي الشوط وكده، ووليد سليمان طبعا. وليد سليمان حط كاس باص كذا باصه كانت ممكن تروح. شايف ان احنا هنصعد لكاس الامم الافريقيه ان شاء الله؟ لسه بادي، والماتشات اللي جايه كلها في ماتش السنغال بوتسوانا الاول، بعد كده السنغال ان شاء الله على ارضنا ان شاء الله. عجبك الماتش النهارده؟ عجبني الماتش النهارده، كان جميل وكان منتخب حلو، واعلى حاجه ان احنا كسبنا، لو عشان كان لازم نكسب، ولو ما كناش كسبنا كان هيبقى لنا امل في البطوله. الحمد لله ان احنا كسبنا بفضل من ربنا يعني. مين احسن لعيب عجبك النهارده؟ محمد صلاح ومحمد النني. شايف ان احنا هنصعد لبطوله الامم الافريقيه ان شاء الله؟ بامر الله ان شاء الله، مع الفريق ده بامر الله نصعد.